نحضر اليوم باش نطمن على الصحة والحالة ديال الوليدات اللي تعرضوا لهاد الاختناق من طرف هاد الغاز اللي الحمد لله ما وقع باس. الحالة ديالهم مستقرة، عدد كيفوت 41 طفل وما يزيد. اليوم كنتكلم بأن من وقعت الحالة ديال البارح وكان واحد 18 وليد، بقينا كنشوفوا واش هذاك الغاز من ذوك الشركات اللي كان بجنب هذيك المؤسسة، فتبين اليوم بأن ماشي هما. راه اليوم اللجنة لأمر بها السيد العميد راه خرجات، راه كاينة في عين المكان في شركة أخرى، راه كيبحثوا معاهم وكيشوفوا واش بالفعل هذيك الشركة هي اللي من عندك من بيع ديال التسربات. فأكيد كنوعدكم بأن هذا الشيء ما غيبقاش يتكرر، إلا ثبتنا بأن هذيك الشركة هي اللي دايرة هذا الشيء وما دايرهاش الصيانة ديالها، وغنتاخذوا التدابير اللي في حقها. الوليدات أنا اللي حضرت باش نشوف الوليدات، أو ميم طون كنطمن إلى جانب الآباء والأمهات، لأن هذا وليداتهم خصنا نطمنوا عليهم وليداتهم. كان بودنا نغلقوا هذيك المؤسسة، ولكن كتعرفوا الظروف ديال كاين الامتحانات، خصنا نعالجوا هذا الأمر ونخليوا الوليدات يدوزوا الامتحانات ديالهم في ظروف عادية.